أحسن الله إليكم وفضيلة الشيخ وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ما حكم من يحدث في الدين أشياء ليست منه؟ فبعض الناس يدعي أنه يحب هذا الدين ويحب الرسول ويأتي بأعمال تخالف الهدي النبوي وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أكمل الله به الدين، لم يبقى مجال للزيادة بعده صلى الله عليه وسلم. فمن جاء بعبادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أنها تقربه إلى الله فإنها بدعة وضلالة تبعده من الله. لهذا يقول الإمام مالك: ما أحدث أحد بدعة إلا قد اتهم الله جل وعلا في دينه، يعني أنه لم يكمل الدين، أو ما هذا معناه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع والمحدثات، قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: كل ضلالة في النار. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله. إن الله جل وعلا لا يقبل إلا ما شرع، ولا يقبل ما شرعه المبتدع وجاء به من عنده. نعم.